والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. حديث شريف لعل أكثرنا لم يسمع هذا الحديث من قبل، الحديث عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه قال: إن الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأتي بشيء فينقض صومه. في هذا الحديث الشريف الذي نقله الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسند لا بأس به عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، في هذا المقطع من الحديث الشريف ثلاث نقاط. النقطة الأولى: هذه العبارات، هذا المعنى إجمالاً بعبارات مختلفة ورد في موارد عديدة، عبارة لا يجري عليه القلم، عبارة رفع القلم، عبارة لا يكتب الذنب، عبارة لا تكتب السيئة. هذه العبارات التي لعل مؤداها شيء واحد، وردت هذه العبارات الشريفة في موارد عديدة، فئات من المؤمنين لا تكتب الذنوب عليهم، القلم مرفوع عنهم، لا يجري القلم عليهم، السيئات لا تكتب عليهم، فئات من المؤمنين. الفئة الأولى: كل المؤمنين حتى المؤمن العادي في كل الأزمنة، المؤمن لا يكتب الذنب عليه 7 ساعات من ارتكاب الذنب إلى 7 ساعات الذنب لا يكتب عليه. ثانيا: الحاج المؤمن الذي ذهب إلى الحج لا يكتب الذنب عليه إلى أن يرجع في خبر آخر إلى 4 أشهر. ثالثا: زائر الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا تكتب الذنوب عليه 70 يوما في الزيارات العادية، في زيارة عرفة حسب المستفاد من الجمع بين الروايات الشريفة لا تكتب الذنوب عليه 4 أشهر. رابعا: المجاهد في سبيل الله عز وجل لا تكتب عليه الذنوب إلى أن يعود إلى منزله،
خامساً المريض لا تكتب عليه الذنوب إلى أن يصح. سادساً التاسع من ربيع الأول هذا العيد العظيم لا تكتب الذنوب على المؤمنين لمدة 3 أيام. سابعاً في عيد الغدير الذنوب لا تكتب 3 أيام. ثامناً هذا المورد الذي ذكر في هذه الرواية الشريفة، الصائم لا تكتب عليه الذنوب إلى أن يفطر حتى يفطر. تاسعاً ولعله هذا أطول من بقية الموارد مدة وأعظم أيضاً، وهو زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في النصف من شعبان، الذي يزور الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في النصف من شعبان لا تكتب عليه الذنوب سنة كاملة. اللهم صل على محمد وعاشرا، هذا من الصعب ذكره في مجمع عام لأن بعض الناس لا يتمكنون أن يتحملوا مثل هذه المعاني، العاشر لا نذكره. هذه الموارد ورد في الروايات الشريفة في روايات إن لم تكن متواترة قطعا مستفيضة وفيها الصحاح. من جملة الموارد طبعا هناك لعله موارد أخرى أيضا، هذا بعجالة ببحث قليل حصلت عليه، وإلا لعله توجد هناك موارد ثانية أيضا. الذنوب لا تكتب على المؤمنين لفترات مختلفة حسب عمل الشخص حسب وضع الشخص، بعضها أعمال مثل الزيارة مثل الحج، بعضها وضع خاص مثل المريض. النقطة الثانية، ما هو معنى هذه العبارات الواردة في الرواية الشريفة؟ لا يجري عليه القلم يعني ماذا؟ رفع عنه القلم يعني ماذا؟ لا يكتب الذنب يعني ماذا؟ لا تكتب السيئة يعني ماذا؟ هذه العبارات الواردة في الرواية الشريفة ما هو معناها؟ احتمالات، لعل طبعا الاحتمال لا ينفي الاحتمال الآخر، هذه الاحتمالات من الممكن أن تكون صحيحة بأجمعها، ولكن موارد هذه الاحتمالات قد تختلف. من جملة الاحتمالات ولعله هو الأقرب أو الأكثر شيوعاً نقول في هذه الموارد، الذنب الذي يرتكبه المؤمن من عظيم فضل الله عز وجل لا يكتب فوراً، يؤجل أو تؤجل كتابة الذنب. المؤمن العادي في الأيام العادية 7 ساعات، المريض إلى أن يصح، المجاهد في سبيل الله إذا ارتكب ذنباً، ليس معنى ذلك أن الذنب حلال عليه، لا حتماً هذا ليس صحيحاً، إنما المجاهد في سبيل الله في فترة جهاده إلى أن يرجع إلى أن يعود إلى منزله إذا ارتكب ذنبا لا يكتب الذنب عليه، يؤجل لعله يتوب. في 9 من ربيع الأول إذا العياذ بالله الإنسان ارتكب ذنبا، المؤمن ارتكب ذنبا، لا يكتب هذا الذنب، يمهل بدل 7 ساعات للمؤمنين في الأيام العادية 3 أيام يمهل، فترة المهلة تطول. الحاج فترة المهلة تطول بالنسبة إليه، الزائر للإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فترة المهلة تطول. يعني يعطى فرصة للتوبة إن تاب في هذه الفترات المذكورة في الرواية الشريفة الذنب لا يكتب عليه. احتمال آخر
أنه الذنب في هذه الفترة إذا الشخص تاب آثار أخروية لا تكون عليه، يصفى في الدنيا. قد تكون التصفيات صعبة طبعا، ولكن أهون من أنه يصفى في الآخرة. مشاكل الدنيا أعظم مصيبة في الدنيا بالنسبة إلى مصائب الآخرة لا شيء، بالنسبة إلى أصغر مصيبة في الآخرة لا شيء. ففي هذه الفترة إذا تاب يصفى في الدنيا، لا يؤجل شيء منه أو منها من آثار هذا الذنب إلى الآخرة. احتمالات أخرى أيضا موجودة، قد تكون هذه الاحتمالات صحيحة، موارد هذه الاحتمالات تختلف. نقطة ثالثة، في هذه الفترات إذا تاب الإنسان الذنب لا يكتب عليه، بعد هذه الفترات ماذا؟ إذا الإنسان تاب، المؤمن إذا تاب الذنوب تغفر حتى بعد هذه الفترة، فما الفرق؟ خلال 7 ساعات إذا تاب الذنب لا يكتب عليه، بعد 7 ساعات إذا تاب الذنب يمسح، التوبة تمحو الذنوب، فإذا ما الفرق؟ الزائر في النصف من شعبان إلى سنة كاملة يؤجل، لا تكتب الذنب، لا يكتب الذنب عليه، يعني ماذا؟ يعني يمهل أن يتوب. بعد سنة إذا تاب ماذا؟ التوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا ما الفرق بين هذه الفترات المذكورة في الرواية الشريفة وبعدها؟ فوارق 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 عديدة. من جملة الفوارق يا أخي، أصلا بعيدا عن مداليل الروايات الشريفة، صفحة بيضاء لم يكتب على هذه الصفحة شيء سيء، لم تسود هذه الصفحة، هذه صفحة، صفحة ثانية بيضاء كتب عليها شيء سيء سوء أو أسود ثم مسح. الصفحتان مثل بعض؟ حتما لا. الشيء الذي لم يكتب أو الشيء الذي كتب ثم مسح، حتما تبقى آثار، تبقى بعض الأوساخ. المؤمن الذي لم تكتب السيئة، لم يكتب الذنب في صحيفة عمله، هذا مثل المؤمن الذي كتب الذنب في صحيفة عمله ثم مسح؟ بالتأكيد لا. ثانيا، هناك شيء موجود في الرواية، مذكور في الرواية الشريفة، الإنسان يرى أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إحدى مشاكل الإنسان، مصائب، لا أقول مشاكل، إحدى كبار مصائب الإنسان يوم القيامة أنه يرى ذنوبه. أصلا العقاب موضوع ثاني، يرى ذنبه. عقل الإنسان في يوم القيامة يكتمل، الإنسان بعقل كامل يرى نفسه ارتكب فاجعة، مخالفة الله فاجعة، أصغر الذنوب فاجعة، ارتكب فاجعة في شهوة بسيطة. أخ، هناك هو رؤية الذنب، الإنسان بس يجد في صحيفة عمل الذنب، هذا يكفي أن يقتل الإنسان لو كان هناك موت. العقل الكامل يتأذى كثيرا، لماذا أنا صنعت هكذا؟ حتى لو لم تعاقب، رؤية الذنب في صحيفة عملك هذه مشكلة. فالذي يتوب في هذه الفترة لا يرى أصلا الذنب، أما إذا مرت هذه الفترة وكتب الذنب ثم تاب يرى الذنب ولكنه لا يعاقب عليه، فرق كبير. ثالثا، تجسيد الأعمال، مشكلة المشاكل هكذا نعتبره طبعا، في يوم القيامة الأعمال تتجسد. مشكلة تجسيد الأعمال ماذا؟
الفضيحة أمام مليارات، لا أعلم، عشرات المليارات، مئات المليارات، الشخص يفتضح. الذي يتوب في هذه الفترة، في هذه الفترات المذكورة في الرواية الشريفة، الشيء كليا يكون كأنه غير موجود. أما إذا كتب ثم مسح، العمل يتجسد في يوم القيامة، يتجسد. يعني ماذا؟ لا يعاقبونك إن شاء الله، توبتك قبلت، ولكن مليارات من البشر يرون أنك كنت بعيدا عنكم. الشخص المذنب كان بدرجة من السفاهة ارتكب مخالفة الله، مخالفة رب العالمين، لأجل شيء تافه، تجسيد الأعمال. رابعا، يحتمل أن يكون هناك عتاب بعد التوبة. لا يوجد، إذا التوبة كانت توبة حقيقية، قبلت التوبة، لا يكون عقاب على الذنب، ولكن العتاب قد يبقى في هذه السبع ساعات مثلا، في هذه الفترة التي لا تكتب الذنوب على الشخص. إذا تاب الإنسان، هذا الذنب أصلا غير موجود، لا عقاب ولا عتاب. أما إذا تاب بعد هذه الفترة، ربما أقول يعاتب، لا يعاقب إذا قبلت التوبة، ولكن يعاتب أم لا؟ ممكن العتاب في يوم القيامة يتحمله الإنسان، عتاب في الدنيا من إنسان عادي بعضنا لا يتحمل، عتاب في يوم القيامة من رب العالمين، يأتي ملك يعاتبك، من يتحمل؟ فالفرق كبير، الإنسان يتوب في هذه الفترات المذكورة في الرواية الشريفة أو يتوب بعد ذلك، هناك فرق فارق كبير. الرواية جدا عجيبة، وهذه الموارد جدا عجيبة، يعني عظيم فضل الله عز وجل، عظيم لطف الله سبحانه وتعالى. الشخص ارتكب جريمة، الذنب جريمة، لا أمهله ساعة، ساعة ثانية، ثالثة، إذا هو زائر للإمام سيد الشهداء 4 أشهر 70 يوما، إذا زائر في النصف من شعبان سنة كاملة، أمهله. عجيب فضل، عجيب عجيب. يا أخي أنا قلت كلمة لصديقي عن غضب، إلى 50 سنة لا ينسى هذه الكلمة، إن تمكن من عقابي يعاقبوني. كلمة قلتها يا أخي ندمت، الآن قلت بعد دقيقة ندمت، قلت له أعتذر، الكلمة تبقى في نفسي. والإنسان يرتكب خطأ كبيرا مع رب العالمين عز وجل، لا أمهلوه لعله يتوب. كم هذا عظيم. وما هي التوبة يا أخي؟ يعني حقا بعض الأشياء من جهة عظمة، من جهة فضيحة. هذه القضية، قضية تأجيل كتابة الذنوب، من جهة جدا عظيمة، من جهة فضيحة لنا، من جهة العظمة، عظمة لطف الله عز وجل، حقا شيء عظيم، شيء جدا جدا عظيم. العجيب أن هذا الشيء العظيم على ماذا؟ على كلمات تقولها، ندم يحصل في القلب، تقول استغفر الله وأتوب إليه، كلمة. يعني هذه الجريمة الكبيرة التي ارتكبها الإنسان بماذا تمحى؟ بكلمات، بحركة لسان. الله أكبر. يعني لا جهد عملي، لا جهد فكري، لا شروط يلزم أن تكون شخصية محترمة جدا في المجتمع، يلزم أن تكون عالما كبيرا، لا، بكلمات، كلمات يقولها الإنسان. كم هذا عظيم. وفي الطرف الآخر كم هذا فضيحة، بعضنا لا يتوب. عجيب، هي كلمات لا يقولها، يعني أي تكاسل هذا لمحو شيء عظيم، جريمة كبيرة ارتكبها الإنسان، كلمة الإنسان لا يقولها، كلمة كلمة، يعني لا يحرك لسانه، أي تكاسل هذا. البشر حقا عجيب.
بعض الآثار ليس فقط في الاستغفار، بعض الأمور الآثار العظيمة الثواب العظيم على تحريك اللسان. يا أخي في شهر رمضان بعضنا يتكاسل عن قراءة القرآن. قراءة القرآن يعني ماذا؟ جهد أنت رفعت أثقالا؟ لا. جهد جسماني صرفته؟ لا. جهد فكري صرفته؟ لا. يلزم أن تكون شخصية كبيرة جدا حتى يعطى هذا الثواب لك بقراءة القرآن في شهر رمضان؟ لا. تحريك اللسان. قراءة القرآن ما هي غير تحريك اللسان؟ يوجد شيء آخر؟ تحريك اللسان في مقابل هذا الثواب العظيم بعضنا يتكاسل عنه. لا أعلم ماذا أسمي البشر، يعني من جهة لا يلزم أن نقول الله أكبر من عظيم فضل الله ولطف الله عز وجل، من جهة يلزم أن نقول سبحان الله من عظيم تكاسل الإنسان، يتكاسل حتى عن تحريك لسانه. الصائم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيب غير الصائمين ممن يحب أن يصوم وهو معذور لمرض أو أمثال ذلك، أن يثيبهم ثواب الصائم. الصائم ارتكب خطأ، مهلة حتى يفطر، المهلة موجودة قبل الإفطار، الإنسان يتذكر ما صنع، يندم، يعني يفكر حتى يندم، لماذا أنا صنعت هذا الشيء الفلاني؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ لا، لماذا تفكرت هذا التفكير؟ حتى على التفكير الإنسان يلزم أن يحاسب نفسه المؤمن. يتوب قبل الإفطار، الإنسان يتوب إلى الله عز وجل حتى هذا الذنب لا يكتب. إذا طبعا المفروض أن الإنسان لا يرتكب ذنبا المؤمن، ولكن إذا صدرت منه خطيئة، صدرت منه سيئة، لا أقول ذنب كبير، حتى لو سيئة، قبل الإفطار الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، المهلة موجودة، الصفحة لا زالت بيضاء. هذا موضوع نترك بقيته اقتراح، ونحن في بداية شهر رمضان. المفطرات التي يصوم الإنسان منها ما هي؟ كم هي؟ 10 على المشهور بين فتوى واحتياط. هذه المفطرات سنوات جربنا الصيام من هذه الأمور العشرة: إمساك النفس عن هذه الأمور. سنوات هكذا صيام جربنا. في هذه السنة عندي اقتراح، نضيف شيء واحد إلى هذه العشرة، لا بعنوان تشريع والعياذ بالله تعالى، بعنوان أن الصيام هذا الإمساك عن 11 شيئا، لا، هذا تشريع، هذا حرام، من أشد المحرمات. الصيام الشرعي هو هذا الذي أنزله الله عز وجل، ليس من حق أحد أن يقول لا الصيام أصوم من 11 شيئا بعنوان الصيام الشرعي الواجب، لا، لا يجوز، هذا من التشريع. لا، لا أقول نضيف إلى هذا الشيء الذي هو نيتنا عليه، لا، الصيام هو الإمساك عن هذه الأمور العشرة. أضيف شيئا آخر، أمنع نفسي على الأقل في فترة النهار، في فترة الصيام، بعض الأشياء الإنسان يبغضها، هو يبغضها من نفسه، صفات أو أعمال، إحداها أخذ واحدة في هذه السنة ونحن في بداية شهر رمضان، أنوي أنني أعزم، يعني ليس ضمن نية الصيام، أعزم أنني في فترة النهار هذا الخطأ لا أرتكبه، إذا عمل أو صفة. يعني مثلا شخص يعاني من الغضب وهو يتألم، لماذا يغضب؟ يغضب في غير محله، كما أنوي الصيام من هذه الأمور العشرة، لا أكل، لا أشرب، أدقق أنني لا أقع في هذا المفطر، في ذاك المفطر، أعزم في جنبه، لا معه، في جنبه أعزم أنني لا أغضب في نهار شهر رمضان، لا بأس، بالليل إن شاء الله أغضب،
الآن أريد أن أصرخ، الآن لا أصرخ، بالليل أصرخ. مثلا أقول الغضب، البعض يعاني من البخل، هو يتألم، لماذا هو بخيل؟ في فترة النهار لا تكون بخيلة. البعض يعاني من التسرع في الحكم على الناس، وهو يعاني، هو متألم، لماذا أنا هكذا؟ ولكن يتسرع في فترة النهار، في فترة الصيام لا تحكم على أحد، خلص انتظر بالليل احكم عليه. في فترة النهار الإنسان كما أنه يصوم صياما عن المفطرات، بجنبه يمنع نفسه من شيء واحد، واحد شيء واحد فقط في هذا الشهر، شيء واحد من الأشياء التي نريد أن نقلع أنفسنا عنها، ولا يزال ذلك الشيء فينا ونعاني منه. اجعل شيئا واحدا من الآن، انوي، فكر إحدى السيئات في الصفات أو في الأعمال، الإنسان هذا الشيء يتركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان هذا شهر رضا صاحب الزمان منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ورب الشفع الكبير والنور العزيز ورب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، أنت إلهي وإله من في السماوات والأرض، لا إله فيهما غيرك، وأنت جبار من في السماوات وجبار من في الأرض، لا جبار فيهما غيرك، وأنت ملك من في السماوات وملك من في الأرض، لا ملك فيهما غيرك. أسألك باسمك الكبير ونور وجهك المنير وبملكك القديم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرق به كل شيء، وباسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الذي صلح به الأولون وبه يصلح الآخرون، يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي، ويا حي لا إله إلا أنت، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري يسرا وفرجا قريبا، وثبتني على دين محمد وآل محمد، وعلى هدي محمد وآل محمد، وعلى سنة محمد وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، واجعل عملي في المرفوع المتقبل، وهب لي كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك، فإني مؤمن بك ومتوكل عليك، منيب إليك مع مصيري إليك، وتجمع لي ولأهلي ولولدي الخير كله، وتصرف عني وعن ولدي وأهلي الشر كله، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، تعطي الخير من تشاء وتصرفه عمن تشاء، فامنن علي برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء دعاء جاء به جبرائيل من قبل الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلمه النبي للوصي صلى الله عليه وآلهما أن يقرأه قبل الإفطار، دعاء لعله لا يأخذ من وقت الإنسان إلا أقل من دقيقتين قبل الإفطار، وفيه أيضا التوبة، الصائم إن الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر، هذا الدعاء يقرأ قبل الإفطار، قبل أن يفطر الإنسان دقيقتين، موجود الدعاء في بعض كتب الأدعية، يدعو الإنسان بهذا الدعاء وفيه التوبة وفيه مطالب طبعا مهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شهرنا هذا، وأن يجعله شهر خير لنا، خير لديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.